وفي نفس السياق وما يخص الحوار الوطني ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ومقرر لجنة الشباب أيضا بالحوار الوطني. بنرحب بيك سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني برضو بما إن إحنا هو بنقول للناس حضرتك مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني وموجود وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، التنسيق الأولويات إيه هي اللي هتكون محل الاهتمام في البداية وتحتاج للمناقشة كترتيب للأولويات؟ هو لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في إبريل 2022 إن في حاجة اسمها حوار وطني، كان الغرض الرئيسي منه ان هو عايز يسمع السادة المواطنين في كل موضوع بما يتعلق بالمحور السياسي والمحور الاقتصادي وايضا المحور المجتمعي. ففي دلوقتي مجلس امنا وفي دلوقتي معاه الامانه الفنيه تحتيهم 19 لجنه ممثله في المحاور الرئيسيه اللي تحدثت فيها مع حضرتك. ال 19 لجنه خلال شهر 9 اللي فات لما ربنا وفقنا وبقينا مسؤولين داخل الحوار الوطني اتفقنا جميعا ان احنا ننزل نتحدث مع الساده المواطنين ايه اللي حضراتكم محتاجينه من الحوار الوطني. الموضوع اتقسم لحاجتين، ناس قالت ان فعلا في حوار وطني بجد، وناس ثانيه قالت والله انا هقول رايي بس الله اعلم صوتي هيوصل ولا لا. كانت النقطه الثانيه دي بالنسبه لنا احنا ان ده اللي كان الموضوع الفيصل، ان احنا لا عايزين نقول للساده المواطنين ان انتوا صوتكم هيوصل بجد وان المشاكل اللي حضراتكم بتقولوها هي معروفه بس محتاجين فكر جديد معانا ان يقول لنا احنا ازاي نقدر نعالج ونحل المشاكل. عايز اقول لحضرتك من اسكندريه لاسوان خلال الفتره اللي فاتت زرنا 108 جامعه حكوميه واهليه وخاصه وايضا معاهد، كان الغرض الرئيسي عايزين نسمع صوت الطلبه محتاجين ايه من لجنه الشباب. عايز اقول لك يا استاذ محمود كميه الافكار اللي جات لنا خلال الفتره اللي فاتت وان شاء الله لما هتطلع للنور خلال الفتره القادمه فعلا بجد نقول ان احنا عندنا شباب مشرف، شباب عنده فكر بس كان محتاج اللي يسمعه. زي ايه الحاجات اللي الشباب كانت بتقترحها على لجنه الشباب؟ رقم واحد كانوا بيطالبوا بفصل وزاره الشباب عن الرياضه وتبقى وزاره قائمه بذاتها. تاني حاجه كانوا برضو بيقولوا ما دام احنا نقدر لينا صوت في ملف التعليم كانوا بيطالبوا بفصل وزاره التربيه والتعليم عن ملف التعليم الفني عشان الملف موجود جزء مع التعليم العالي وجزء مع التربيه والتعليم. فكر الشباب راح قال لك احنا لو انتوا عايزين تمكنونا سياسيا اهتموا بينا كانتخابات فعليه لاتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه، فبيطالبوا في التوصيات بتغيير اللائحه اللي بتنظم عمل الجامعات داخل الاتحادات الطلبه داخل الجامعات، وايضا كانوا بيتكلموا عن فكره رواد الاعمال اللي سابوا مصر وراحوا فتحوا شركاتهم في دول ثانيه، فابتدينا نتحدث معاهم ايه التحديات والتوصيات اللي حضراتكم عايزينها تطلع من لجنه الشباب عشان تقدروا ترجعوا تفتحوا شركاتكم هنا. في ملف مهم جدا هو ملف الاشخاص ذوي الاعاقه وشبابنا داخل الجامعات وداخل المدارس تحدثوا فيه، وعايز اقول لحضرتك في حاجات بتبقى محتاجه ميزانيه وفي حاجات ثانيه محتاجه تنفيذ من قبل المسؤولين سواء في الجامعه او في الوزارات المعنيه بافكار الشباب. حاجه مهمه جدا الشباب قالت لنا يا استاذ محمود، قالوا لنا احنا محتاجين عوده الجمهور للاستاد، وابتدوا يتحدثوا عن احنا ما عندناش اي مشكله لو في اجراءات بتوضح لنا لو في عمليه شغب ايه اللي هيحصل، يبقى اجراءات واضحه من قبل الامن عشان نقدر نقول ان لجنه الشباب قدرت ترجع جمهور، قدرت ترجع الرياضه كما يجب ان تكون في مصر من خلال ان احنا سمعنا من الناس اللي طلعت ولعبت باسم بلد ثانيه غير مصر ايه التحديات والمعوقات اللي كانوا بيقابلوها من الاتحادات. كل ده هيطرح على مائده لجنه الشباب داخل الحوار الوطني. وعايز اقول لحضرتك ده بالنسبه ما يخص الشباب، احنا عندنا 18 لجنه تانيين داخل الحوار الوطني، الشباب فادونا بكميه معلومات محترمه سواء في المحور الاقتصادي او في المحور السياسي، سلمنا كل الملفات ديت لزمايلنا داخل الحوار الوطني، واللي هيتم خلال الفتره القادمه ان كل من تقدم بالاقتراح هيقعد مع السياسيين سواء من الاحزاب بمختلف الايديولوجيات او من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وايضا كمان هيقعد مع العمل الاهلي وهيقعد مع الخبراء المختصين بكل مجال. وطبعا شيوخنا من الازهر ومن كمان الكنيسه، فكل اللي احنا عايزين نقوله للساده المستمعين لسيادتك ان الحمد لله في مجهود كبير تم خلال فتره التحضير، بس المواطن منتظر دلوقتي التوصيات اللي هتطلع في خلال الفتره القادمه. ان لو حد برضه حابب من المستمعين لحضرتك دلوقتي عايز يقدم فكره سواء
سواء في المجال الاقتصادي او السياسي او المجتمعي يقدر يتواصل مع الصفحه الرسميه للحوار الوطني ويشوف برضو خلال الفتره القادمه التفاصيل اللي انا بحكيها موجوده على الصفحه الرسميه للحوار الوطني او يكتب على جوجل مقترح للحوار الوطني. والايميل الايميل اللي كان تم الاعلان عنه في اول يوم اللي عايز يبعت مقترحات وتم ده احنا عرفنا ان مئات الالاف من المقترحات اتبعتت من خلال الانترنت. ده حقيقي. فكل الحاجات دي متاحه بالنسبه للساده المواطنين، بس ممكن الساده المواطنين برضو يقول لك يعني انتم مش عارفين مشاكلنا. لا طبعا كل الدوله عارفه المشاكل، بس لما الدوله والرئيس يخلي المواطن يشارك بافكاره طبعا وهو ده الهدف في الاخر. هو ده الهدف الرئيسي من الحوار الوطني. بس عايز اقول لك احنا عندنا طاقه ايجابيه كبيره جدا ان احنا فعلا سمعنا يا استاذ محمود كميه مقترحات وكلها اغلبيتها قابله للتنفيذ، عشان ده الحاجه الفيصل اللي احنا دايما بنقولها ما تقيش واقعيه عايزة. وحاجه قابله للتنفيذ، وده اللي معظم من موجود داخل الحوار الوطني او حتى خارج الحوار الوطني اكده لنا. انا والله انا عايز اشكر حضرتك على كل الجوانب، يعني شملت لنا يعني بقى الموضوع شامل من مواضيع ومن مقترحات وما الى ذلك. طبعا النائب احمد فتحي وكيل لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيق شباب الاحزاب، مقرر لجنه الشباب ايضا بالحوار الوطني، شكرا ليك.